اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. شريف بيه مشرفني منورني. ربنا يخليك، انا سعيد بوجودي مع حضرتك وبرحب بيك وبرحب بضيوفك والمشاهدين ان شاء الله. استاذ محمد عراقي مشرفني منورني. حبيبي يا سيف، تشرف دايما تواجد معاك ومع استاذي طبعا استاذ شريف. ملف التحكيم على فين؟ الازمه دي انتهت ولا هتنتهي ولا راح فين؟ عمرها ما هتنتهي. طول ما التحكيم بيدار بهذه الطريقه عمرها ما هتنتهي. حضرتك امبارح فتحت الملف، او الملف بقاله 72 ساعه مفتوح، بس امبارح حضرتك عرضت اربع وجهات نظر وما وصلناش لحل. يعني كل حد اتكلم ما حدش قال لنا الحل فين، رغم ان حضرتك حاولت توصل للحل. يعني والنهارده كان في قعده، القعده كلها عايزين يعرفوا مين في اتحاد الكوره مين اللي صرف. ولكن يمكن الكابتن جهاد جريشه قال تصريح في قسوه، اللي هي لجنه التحكيم تيجي على المحاره، لو انا مسؤول هجيبها على المحاره. ممكن يكون قسوه كحكم سابق وكان مر بظروف زي ديت وكان عنده اخطاء كحكم والكلام ده كله، ولكن انا بقول لك اهو على الاتحاد القادم لاداره اتحاد الكره، مجلس اداره القادم لاداره اتحاد الكره في ملف لجنه الحكام عليه انه يجيبوا على الطوب الاحمر اللي هو قبل المحاره، لان اللي بيحصل ده كارثه. دايما بنقول ان التحكيم هو الحلقه الاضعف وظروف التحكيم ومأساة الحكام وما بياخدوش مستحقاتهم والحكام بشر واخطاء الحكام والكلام ده كله، ولكن اللي بيحصل ده في موسم استثنائي وموسم صعب جدا، والجول بيفرق مش النقطه، الجول هيفرق. يعني ممكن يوديك في التسعه اللي فوق وجول ينزلك تحت، مش 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 نقطه بس. فالغلطه وخاصة لما تبقى خطأ يؤثر في نتيجة مباراة، لا هتبقى صعبة جدا، والأندية مش هتسمي على التحكيم بالشكل ده. والقصة مش إن أنت تجيب خبير أجنبي، رغم إن كلهم معترضين ورغم إن إحنا جربنا كل الأسماء المصرية ولم ينجح أحد، لكن اللي بيحصل كارثي 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 للأسف الشديد. وفار، وزي قلت أنا الكلام ده من خمس سنين، الفار اللي موجود ده اولا فار يوزد مستعمل، واصلا العربيات اللي موجوده دي عربيات تدريب، والفار الموجود ده عربيات تدريب مش عربيات فار اساسي، وجت في ظروف غامضه وجت بطريقه عليها ملاحظ كتيره جدا، وشفنا التقنيه عامله ازاي والتقنيه عملت ايه في ماتش بتروجيت وبيراميدز، ضيعت ثلاث نقاط على بتروجيت. يعني اخطاء مؤثره في نتائج مباريات، بعيدا بقى عن الاهلي زمالك، كل الأندية في ظل اللي موجود دلوقتي هتتعرض لأخطاء تحكيم. أولا كل مصر عارفة إن الخلاف اللي داير بين محمد فاروق كرئيس أو قائم بأعمال رئيس اللجنة وإبراهيم نور الدين المدير الفني، والخلاف اللي موجود بين قديم الأزل بين إبراهيم نور الدين ومحمد عادل، والبداية كانت باستبعاده من القائمة الدولية وما سافرش السوبر وما يبقاش في ضمن معسكر حكام النخبة اللي اتعمل في اسكندرية. كل الناس عارفة ان في موقف يقوم يحطوه في اول مباراه في بطوله الدوري وهو عليه كل الضغوط اللي مرست عليه في المباراه دي في الفتره اللي فاتت، في مباراه مهمه تجمع بين الزمالك والبنك الاهلي. انت رايك مع جهاد جريشه؟ انا رايي بقول لا جهاد جريشه قال طول المحاره، انا بقول لك يجي اللجنه لازم تيجي على الطوب الاحمر، تخلص من كل الوجوه اللي موجوده دي، لازم يتخلص من الوجوه دي ويجي خبير اجنبي، خبير اجنبي يتفق عليه ويبقى له سيره ذاتيه، مش يروح واحد من اتحاد الكوره يروح يجيبه، او واحد من بره صاحب واحد في اتحاد الكوره يروح يجيبه ونمشيه ونفشله، لا ويجي معاه ناس حابه انها تخدم في الوسط ده، وليكن كابتن ياسر عبد الرؤوف او كابتن سمير عثمان، ناس حابه تخدم. لان بص اسره التحكيم للاسف الشديد ما بيحبوش بعض، والموضوع ده معروف ومن ايام قهوه العباسيه وقعداتهم مع بعض، ويطلعوا مع بعض وهم اصلا مقطعين بعض. فاسره التحكيم فيها مشاكل كبيره جدا جدا. يعني الاجنبي هو الحل بالتاكيد.